Ça va? Ça va. On est top. Top. Marhaba bik ou marhaba les liguistes, marhaba les clubs africains, marhaba les supporters des clubs africains. Les clubs africains, bien sûr, en étant au diapason des élections qui vont avoir lieu le 12, donc on s'est adressé aux deux candidats. Le premier candidat qui va répondre à nos questions, c'est M. Marouane Hammoudi. Marouane Hammoudi, juste pour le présenter, un antique présentation de l'Ouelid. Marouane Hammoudi, c'est le fils de Mohamed El-Hadi Hammoudi. Mohamed El-Hadi Hammoudi, c'est le champion de Tunisie, 150 mètres, 200 mètres, Bism, le club africain, les années 56, 57, 58. Ou Baad, c'est en même temps, c'est l'avant-centre du club africain, fait période Hadik. Khbal Maji Fabio. Ou Baad, ma Fabio, le capitaine inamovible de l'équipe de Fabio Hadik. Ou Baad, chef de la direction administrative, chef de secrétaire général adjoint. Houa ou Khou Nasser, entre parenthèses, il ne faut pas oublier Nasser qu'on salue au passage. Amak Nasser, Maktar. Amak Nasser. Donc, chef secrétaire général, chef secrétaire général du club africain, ou bien chef vice-président du club africain. Il a côtoyé les grands hommes du club africain, il a côtoyé c'est Azouz Lassram, Allah yarhamou, Fathi Zouhir, les grands hommes, justement, entre parenthèses, ou parmi les personnes, il y a Azouz Lassram, président, avec le tarikh, la première fois en 1964-65, il y a le تو باش نجيو لسي مروان ايوا سي مروان قدم لنا روحك خويا دونك محمد مروان حموديه كيف ما قلت انت ولد سي الهادي حموديه انا بيدي مات بديت في النادي الافريقي صغير بالكدا كنت نمشي مع الوالد كيف ما نهارين انا كي كنت في فرع شوبين نجيب معايا ولدي عمره 3 سنين وكل شيء عائله كلوبيستيه اب عن جد تعديت بصنف الشبان في كرة القدم عملت عامين إيكول عامين مينيم وعام كاديبي ومن بعد ظروف القراية كل خلتني نوقف الكرة دونك من بعد بيان سور القراية كل شيء واحد باش يقرا لبرا كل شيء رجعت لتونس شديت الخدمة وشديت اون ميم تون في النادي الإفريقي كمسؤول ديجا ريسبونسابل جون ريسبونسابل في شبان أنا مغروم بالشبان ودير حتى كيف شديت مسؤول شريك واحد كيبدا مغروم مشيت عملت عديت لي ديبلوم نتاع لونترينور عديت النيفو 1 ونيفو 2 والكاف سي وخدمت في الشوبان خدمت مع طارق بن غربال خدمت مع يوسف العلمي ومن بعد فما عام بعدت فيه شوي اللي هو العام الاولاني نتاع سليم الريحي العام الثاني وقت سي خليل العجيمي الله يذكره بالخير اتصل بيا وقال لي راهو عندنا مشروع باهي في الشبان وكل شيء وقال لي راك باش تكلف انت فرع الشبان خذيت المسؤوليه وعملنا بروجرام وجبنا مدير فني باهي وتوكلنا على الله وعملنا مشروع باهي في الشبان قعدنا 3 سنين كونا شبان اللي هما توا هاكم موجودين في السنيور فهمتني وفما اللي في الاسبوار ونجموا يكونوا في السينيور بيانتو الحمد لله معناها هزينا تيتروات ماركي بون اللي تيتروات باقي في لي جون سي با لا بريوريتي لي مينيم اللي كادي هزوا برشا تيتروات وقتها والله هزينا في الاصناف الكل في الاصناف الكل حتى اللي ما هز الشامبيونا هز كوب معناها الليليت قعدت 11 سنه ما هزتش تيتر معناها احنا هزوا عامين ورا بعضهم فهمتني وفي الاخر تو ديميسيوني مع سليم الرياحي في بالي من بعد جوستومون فما ظروف هي سي با اون ديميسيون مي خليل العجيمي وقت انسحب فهمتني واحنا كانت الخدمه منسقه بين بعضنا كنا معناتها ان ديو معنا مجموعه زاده مسؤولين الحقيقه غير نجاو به فهمتني اما مهدي الغربي زاد لا ديميسيوني وقتها نو ثلاثه وقتها مهدي الغربي زاد خرج به احنا وقتها بعد الشامبيونا جاء اسامه السلامي وقتها هو تسمى مدير رياضي فهمتني الامور تبدلت ولات الامور ما عادش فماك التنسيق نتاع قبل وكل شيء فهمتني دونك انت كي تبدا تخدم ويجيبوا لك واحد ويبدا يقولوا لك هاو فلان باش يشد وهاو در شنو تبدا تسمع دون لي كوليس وكل شيء تقول انا الحمد لله هاني اللي علي عملته فهمتني نخلي البلاصه لغيري فهمتني باش تاخذ فكره معناها
ملي انا خرجت تعديو عامين في عامين ستة رؤساء فروع. Tu parles de section de jeunes là. نحكي في فنسن في الشبان. نحكيش على السينيور قديش. في الشبان. معناها أنت من الستابيليتي ومن البروغرام ومن البلانيفيكاسيون ومن الشيء هذاك الكل. فهمتني؟ دونك إذا هما قروا باش يحطوا عباد أخرين، احنا جمعيتنا فيها ولا البرة قعدنا ندعموا فيها. فهمتني؟ دونك تلزينا باش ننسحبوا وخرجنا وخرجت المجموعة الكل ومن بعد دخلوا في السيركوي أوكي نحكيو عليه يعطيك الصحة. وبعد ما خرجتوا أنتوما وفما صار الصولات والجولات نتاع سليم الرياحي افيك دي افيك دي او اي دي با. سليم الرياحي خدم كوميم صحيح خدم عطاه الباهي وزاد عطاه شوية خايب كوميم avec les conséquences اللي توا نحنا وصلنا لهم بالضبط. وصلنا معناتها ان بيدجي كي افوازين معناتها ان ديفيسيت دو 80 مليار ولا 94 مليار هو حسب الاسامبلي جينيرال نتاع 27 جوان هذه الاخرانيه صحيح. وبعد يقول لك انا حاط جي انفيستي دو لارجون دونك جو فو كو تو لو موند ريكونيس معناتها تعمل لي كيما ريكونيسونس دو ديت. وبعد يجي نحنا يقول لك ها عملت انا ابيل ا اون كانديداتور ان فيو دون اسامبلي جينيرال وحتى واحد ما جاني خاطر لو رابور فينانسيي نا با ايتي كلير اي نا با ايتي دور ادوبتي بالضبط اي نا با ايتي ادوبتي. دونك الاشكاليه هي توا انتم عملتوا جبهه نتاع انقاذ انا نسميها. دونك علاش انت فو زيت بريزونتي كوم 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 كانديدا على بريزيدونس وشنو هو البروغرام نتاعك جوستومون في هذا الكل؟ باهي احنا كمجموعه ومانيش نحكي على المجموعه اللي قدمنا روحنا للترشح راهي فما مجموعه فيها يمكن 50 واحد من ابناء النادي كسوسوا مسيرين قدم ولا في الشبان ولا في البلايص كل. بعد الموسم الرياضي الخايب نتاع 2016 يظل لي مش عامنا اللي قبله اللي قبله هذين الشامبيونا لا 2015 شامبيونا 2016 اي 16 17 شامبيونا 14 15 اه 14 15 وي باش نعطيك الديتاي الماتش تاع قفصة واللي صار واللعبات تبكي وكل شيء باهي وقتها كان فكرشي خاضت شوية في السيف والناس كل تحركت وقتها احنا كنا حاضرين وخرجت الليستة فيها سامينا الكل وقتها وقتها عملنا الحساب الديفيسيت وقتها كان بين 10 ولا 12 مليار انا من بين المجموعه اللي قلت لهم هاي ناخذوا تو تفكرش وقت حل وقت حل سليم الترشح حل ترشح حد حد من قدم حد وقت انا من المجموعه قلت لهم مش انا برك يا في ترو جروب نتاعك يا في ترو بيرسون باش نقول خلي سو كي اون اسيستي باش ناخذوا وقتها يا في ترو بيرسون قالوا هيا ناخذوها تو فهمتني وانا قلت لهم ناخذوها تو راهو اذا كان ما ناخذوهاش تو راهو عام الجاي العشرة باش يوليو 20 وانت ماشي هنا وصلنا لها سيتواسيون توا خاطر مي فو نافي با بريزونتي فوتر كانديداتور اون لافي با ديبوزي خاطر مارتين هو يعمل ابيرا كانديداتور يعطيك صح ومارتين ما جا حد دونك قال لك هو هذاك علاش قال لك انا خديت الدار بلا شمالي سامحني مثال اي اش قال؟ قال خديت الدار بلا شمالي هذاك علاش ما حبوش هما يعملوا كانديداتور دونك انا جو مو سون انفيستي بور كونتينوي وزاد في التيني بلا يعطيك الصحة باهي كان ذكرنا الاسامي هذوك كان تسمع الاسامي نتاع الليست هذيك نجموا نلقاهم خاطر عندنا في ليزارشيف اوف وقتها فيه يوسف العلمي حمد مبارك سليم الممي اللي هو معنا تو في الليستا ماهر العقربي ايمن شرف الدين اللي معنا في الليستا مالك بلامين وقتها معنا بريسك اللي هذوما مع عباد اخرين فهمتني تو تافي حاسيل دونك افكتيفمون اللي انا قريته وقتها وكسر اونيت لا تو في الاجور دو جوردوي حسب الحسابات اللي عندنا نحن بيان سور الديفيسيت فما 30 بخلاف اللي ريكلا في ريكلا سو كو سليم ريكلا ريكلامي ريكلامي بارسلي داكوردو دونك فما 30 تقول لي علاش قدمته نقول لك حاجتي اون ايتي بورتي بار لامور دو كلوب حاجه الاولى حاجه ثانيه فما برشا عباد قبل ما نقدموا خاطر احنا تشاورنا مع كبارات مع ناس تعرف مع ناس عندها خبره وكل شيء نقول لكم باش تاخذوها لقدر الله بوانيت ودا شنو باش تيح على يديكم باهي نفرضوا لا قدر الله البرنامج اللي حاطينه احنا ما مشاش وصلنا للسيتواسيون هذه وانا نقول نهار اخر بيني وبين روحي وحتى فيزا في من جمهور الكلوب وموا انا حاولت اما جوري اسيي جوري اسيي دو سوفي لي موبل
اما خير نقول هكاك ولا نغزر لها تيح على دين سليم الريح ونقول ما عملت شيء وما كنتش في المستوى. هذه الحاجه اللي سو كي نوز ريفولتي. الحاجه الثالثه كيف شفنا لي كانديداتور نتاع السيده اللي قدمت روحها برامون بعد ضحى حداد. ضحى حداد معناها احنا كيف ما قلت انت يا اخي الكلوب ما فيهاش مالي، يا اخي الكلوب ما فيهاش رجال، يا اخي الكلوب معناتها فهمتني. دونك توت سي كونديسيون اليوم خلاونا نقدموا الواحد بتاعها. احنا تبارك الله معناها الكل عندنا مستوى وقارين ومثقفين ونعرفوا شويه. تقول لي انت الحسبه كبيره. سي فري الحسبه كبيره. مي الحسبه غدوه حتى حد ما في جيبش يقول لك اعطيني 30 مليار. صحيح ولا لا؟ فما ديدات نتاع قضايا محكومين وكلاسي وكل شيء اللي لازمك تخلصهم. دار بما فيهم الحكايه نتاع ايزيكيل اليوم 30 مليون دولار. فوالا 300 مليون دولار. ما نعرفش جاتني معلومه قالوا لي خلصت ما نعرفش. مو عندنا خاطر الالتيماتوم سي لو ميدي اليوم ميدي. فما انا خويا انا فما شكون قال لي خلصت وفما شكون قال لي ليه راهو بعث الفاكس للفيفا و لا خلصت انا في بالي خلصت حتى ما نعرفش. اون توكا هذه كيما قلت لك هذوما حاجات مستلزمين. المعلومه الثانيه اللي ابارامون باقي حسب المعلومات خاطر المعلومات ماك تعرف ماهيش بيان بريسيس. إذا كان نخلصوا مليار ونص البريود الأولانية هذه نكونوا احنا متنافسين من هنا لآخر السيزون. داكور ما عادش عندك مشاكل نتاع روتري دو بوان ولا باش تيح ديفيزيون دو. دونك تقعد تيورا لو تون باش نجم تخلط على زافير الآخرين قبل ما يتحكموا و تو بورا نيغوسي. دو بروندر أن بو تون سوفل معناتها. فوالا بالضبط. مع العلم اللي تصحيح مش من هنا لآخر جوان، ثلاثة أشهر براهو برك. يعني ثلاثة أشهر بعد نوفمبر. دونك سافا نو فير ديسمبر جانفيي اي فيفري هذه نشوف انا انا اما في بالي ثلاث اشهر توكا هذه هي المعلومه اللي عندي نجم نثبتوا فيها مش ديجا كي تخدم في كونديسيون خير ما تبدا تخدم وخايف لا باش نحيوا لك واحد باهي. فما واحد من اللي شاكين هو كان معنا مدير فني في لي جون جون لوك روتي تكلمت وهو بعث لي ميساج. دونك فما حلول معناها فما الناس تنجم تلقى معاهم حلول. اون بو سالونجي كيما نبيل كوكي زاد. كيما نبيل كوكي ولدنا. اي ولدنا. معناها ما برشا دوسيات تنجم تنجم. دونك كيف تمشي للدوسيات هذوما وتريقلهم بشويه بشويه تنجم تخدم. احنا ديجا في البرنامج نتاعنا عاملين فما هيئه باش تتلهي بالكوتيديان تاع الجمعيه. فما ناس اخرين وليجان فما واحد شيت لهيه باش ينيغوسي دي زافوكا وكل شيء باش ينيغوسيو مع العباد هذوما وشكايات بوغ ايشلوني الحكايات هذوما فهمتني. ويفو تحب ولا تكره الكلوب باش يرجع فرصه خير. لا ديت دو تيتر انتيغري في البيدجي. انا خويا للبيدجي نتاعي 10 12 مليار دو. فما مليار دو في العام لازم يمشي يخلص خلاصات. هذيك تستخن على حاجات اخرين تكبس على روحك في السنتوره رحنا بلغتنا تكبس على حاجات اخرين في المصاريف وتحط اون بار دو بيجي في خلاص الديون نتاع النادي. انا متاكد اللي في 10 سنين ينجم النادي يرجع اموره واضحه. 10 سنين 10 سنين 10 سنين وقت اللي نقول انا 10 سنين ولا انت تقول 10 سنين ونشوفوا ان ديفيسيت اللي هو ابوبري انا وياك مش باش نتخالفوا على الشيفر. هو فما ناس تقول لك 26 وانت قلت توا 30 مليار معناتها 30 مليار. دونك هنا لا كيستيون كي سو بوز. نحن وقت اللي شد الوالد ولا كيما انا وقتها كنت معناتها في الكلوب والكل نقولوا نحن قبل ما يجي سليم الرياحي وقبل الريفوليسيون البيدجي نتاع الكلوب افريكان الى فوازيني 3 مليار 4 مليار 5 مليار مع كمال يدير انا نقول بالضبط الى جرامبي افيك العتروس جمال العتروس ربي يشفيه والكل. وبعد جانا سليم الرياحي الى بلاسي لا بار تريو. فوالا تو السؤال اللي هو سؤال خطير كيما نقولوا نحن اسكو اعطيني توا لو بوان فينانسي نتاع الجروب نتاعك انت بور جيري تو سا. مع العلم اللي نجم نعطيك انا بيدي دي سوليسيون راهو كيما سبونسورينغ كيما لي كونترا اروفوار اتسيتيرا. اما نحب نشوفوا لو بوان فينانسي نتاع الجروب نتاعك انت وبيان سور على راس من الرئيس اللي هو مروان. بالنسبه للمستعجل انا اتصلت بالكبارات تاع النادي قلت لهم اللي احنا لهنا رانا باش نخدموا النادي مانيش نخدموا روحنا الكوردو. فما دي سبونسور اللي هما مستعدين باش يدعمونا. فما دي سبونسور اللي كانوا يعطيو طون باش يزيدوا يعطيو اكثر فهمتني. هذوما لي برانسيبالي
بعد باش نتعديو للسوسيوس اللي هي المساهمة الكبيرة اللي لازم تكون فعالة في النادي. خاطر إذا كان مازلنا نحن اللي باش يجي للكلوب المهدي المنتظر ويبدا يجرب يجبد في الفلوس ويصرف راهي ماهيش باش تصير، رانا نكذبوا على رواحنا. دونك لو سالو دو كلوب ما ينجم يجي كان من جمهور، جمهوره اللي في تونس وجمهوره اللي برا من تونس. دونك ليدي سي دو ديسباتشي المصاريف. خويا يقول لك انا نحب نعاون كان الفوت. خويا ها هو يجي حل عاون كونت يجي عاون الفوت. والاخر يحب يعاون الباسكيت، يحب يعاون الانفراستركتور، فهمتني؟ دونك واذا توجد الثقه والجمهور يلقى ناس تحب تخدم بالحق، ما جاي تخدم في رواحه ولا جاي تخدم في النادي، ناس خاطر تغير على النادي. انا متاكد اللي باش يساهم، فهمتني؟ وديجا فما شكون كلمني قال لي خويا راني نحب نعاون، فهمتني؟ دونك انا نتصور اللي 50% دو بيدجي لازمها تجي من عند الجمهور. شوف مروان سا سي ان بروجي معناتها باهي اوبتيميست نقول انا وسيرتو ليدي دو لا بارتيسيباسيون دي سوسيوس ولا لي سوبورتير نتاع الكلوب افريكان. الفكره دي عملها شريف بلامين وقت حل الكونت كونت كورون بوستال سي شريف الله يرحمه الكل. مالوريزمون بور نو لو بوبليك نا با سويفي، لي سوبورتير نون با سويفي. نحن نعرفوا اللي نحن في اللي ماتش ولا اللي جران ماتش بصفة عامة نحن نلقاو اللي الستاتيستيك يوريو اللي انتير دي سوبورتير داخلين مراسكين صحيح ما يحبوش يخلصوا صحيح. نحن نشوفوا اللي لي كومباني دابونمون مثلا ما يمشيوش بالكدا كيما نحبوا نحن صحيح. يمشيو ان فونكسيون دي ريزولتا صحيح صحيح. نحن نشوفوا اللي لي بتيت سيكسيون فو با دير بتيت سيكسيون بتيتر لي زوتر سيكسيون مثلا الهاند ولا الباسكيت اي سون ديزيرتي معناتها بار لي سوبورتير. الاشكاليه هنا اذا نحن اذا انا عندي دي مليار وما عنديش لي زوم معناتها لور فينانسييرمون ونزيد ديما نعمل اونتر غيمي راهو اونتر غيمي نعمل على لابور دو بوبليك معناتها فريمون اون فا اتر ديسو انكور اون فوا. شفت كيفاش؟ دونك هنا يلزم ترد نجاوبك. قالوها هما السوليسيون هي لا كرياسيون والا لو شونجمون des statuts des associations sportives toi les à caractère commercial انا جوري بريفي تقول تحكي لي دون سونس هذاك اذا ثم فكره خاطر في بالي موجوده الفكره راهو لا الفكره موجوده اما هذه باش تبدل الواحد ماهيش مرتبطه بينا نعرف من الوزاره يعطيك الصحه ما هذه هي تو يعطيك الصحه هي هذه هو مربط الفرس قال الاخر ايوا احنا هذه الحكايه تحكي فيها بها محضرينها زاد فهمتني مي كيما قلت لك اون فوا لو جور انا عندي ان بروغرام كامل فهمتني محضروا بالواحد بالمرشيدانزين كل شيء فهمتني. دونك هذا توا سابق الاوان. انا شو نقول لك اذا كان الكلوب ما تلقاش جمهورها تو فهمتني راهو معناها زايد نحكي وقت زايد نعملوا في انتخابات وزايد نعملوا في كل شيء فهمتني. الكلوب راهو مره وصلت للوضعيه هذه راهو 100 سنه راهو مره وصلت عيب 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 فهمتني. دونك انت تقول واحد عندنا احنا انا اليوم كنت في استشاره مع جماعه في جماعه اوريتو بيسكو هو سبونسور نتاعنا باش نسهلوا على الجمهور باش نعملوا النيميرو التليفون تبعث الفلوس. قال لك ديروا قدروا سيدي دينار 5000 50 100 اللي تحب فهمتني. كيما وقت تفكرش كل الاكسيون اللي عملوها جماعه نتاع كل اسوسياسيون نتاع مرا مرام مشات بالكدا هذيك مشات بالكدا فهمتني بالتليفون تبعث اش تحب لا تمشي للبنك لا كود بوستال لا تقعد تحفظ في نمرو كونت لا حتى شيء نمرو ابعث. هذه بوغ لي في ميديا فهمتني حاجه سهله وما طلب حتى شيء فهمتني. دونك فوالا هذاك هو انا بالنسبه أوكي. للامور الماليه انا راها هكاك ما نعرفش من بعد يعني فوزيت اوبتيميست لا انا جو سوي اوبتيميست الحقيقه نتاع ربي وكما قلت لك وصاروا دي ريونيون في بيننا صاروا دي ريونيون مع الكبارات نتاع الكلوب افريكان معناتها الكوميتي دي ساج ولا سي بوسبيع ولا سي فريد عباس وكمال يدير وسعيد ناجي والكل جو كرو كو فو زافي معناتها لور ابور معناتها يفو كوسيون معناتها يفو كوسيون سيت ليست نقولوا نحن بي سافي بليزير بور اسيوري لا كونتينيتي. شوف انا جوري ايمي
كيش يكونوا فيها حتى الولاد الاخرين اللي احنا اصحاب معناتها هما والدينا كانوا فرد جينيراسيون وعديوا اعز سنوات النادي الافريقي تعديوا بالجينيراسيون تاع والدينا. توا جاي معنا مالك باليمين ماذا بيا يجي صدري سيود لا صدري عباس ولد سي فريد فهمتني الاولاد ولد عزوز الاسر ما اسمه صدري زاد صدري كيف كيف قابلته المره اللي فات حكيت له على الموضوع قلت له الكلوب رانا احنا اولاد وكل شيء فما اولاد سي سعيد كريم والياس ونيس دونك الكل ماذا بيا هذوما الناس الكل لازم يقربوا معناها ويكونوا معنا في الوحده هذه. دونك اذا كان تكون عندنا الحزام هذايا نتاع لي زونسيان بريزيدون لي زونسيان ديريجون والناس الكل تتفلد انا نتصور الجمهور ما نجم يكون كان فرحان. احنا شنو نوعد به الجمهور؟ اللي نحن رانا باش نعطيه وقتنا لكل النادي. فهمتني؟ النهار فيه 18 ساعه مستعدين يا خويا باش نعطيه 16 ساعه خدمه للكلوب. سورتو في الوقت هذا نحطوها على السك. عندنا برنامج كبير وباهي. اما راهو يطلب مجهود الناس الكل راهو حمل الجماعه ريش شفتهم 30 بارك الله جمهور الكلوب مش شوي اذا كان الناس الكل تحط اليد في اليد كيما قلت لك انا نتصور في 10 سنين نجمو نخرجوا من هالحكايه كان نحكي بربي سامحني باش نرجع لك حاجه اخرى انت قبيله قلت لي 25% من الجمهور هاو درج مراسكي مال رزمان انا اللي كونستان تاعي لا انا عشت ونعرف اخي احنا ما نمشيو للاستاد ونشوفوا ونعرفوا كل شيء إذا كان الإدارة تبدأ به والجمهور يبدأ واعي وكل شيء احنا كانت عندنا اون موين في المنزه قبل تاع قداش 30000 هكا 32000 فهمتني يا خويا ناخذوا نحن 25000 لا موين ريال نقولوا نحن صحيح ولا اذا ال 25000 هذوما كل جمعه يعطيو 10000 فما ماتش ولا ما فماش ماتش للنادي الافريقي 10000 شنو بالنسبه للعبد اليوم في مهما كانت الوضعيه الواحد تاعو فهمتني حكايه فارغه دونك اعمل حسابك تلقى يفو بتيتر تابلي على لي زابونمون معناتها ولا ليميت نوليو نلعبوا اكيشي فيرمي معناتها اذا نوصل نعملوها هاني قلت لك مع كمال يدير وصلنا عملنا 12000 راه نعرف توا مازلنا وصلنا في 2000 و3000 راه فما ازمه نتاع ثقه فما ازمه نتاع ثقه انا باش نحكي على روحي عندي عام ما حطيتش ثقي في الستاد عام ناول عام لابونمون اشترى السيزون ما مشيتش العام يقبل فهمتني شوف الكلوب وصلت توا في وضعيه ما عادش تمثلنا ككلوبيستي يقدم انا ما عادش روحي في النادي الافريقي نتاع العامين الاخرانيين هذو اي صافي مالوكور ونقول لك حاجه ماهيشني انا برك برشا من جمهور الكلوب فهمتني يعرضوني في الشارع يعرفوني خدمت في لي جون وكل شيء ياسين مروان ما عادش خليو الكلوب ما تخليوش الكلوب ادرشو فهمتني انت نعطيك ان اكزومبل ماتش بي اس جي اللي هو ان ايفينمون معناها يصير مره في العشر سنين يمكن اي با القصان سي با سا كان جيت الافريقي نتاع قبل راهو كيشي فيرمي راهو 60000 كيما عملت الشامبيونات ضد جرجيس راهو 60000 تو تافي نحكيو على باريس سان جيرمان ونحكيو على الاورغانيزاسيون نحكيو على الانفراستركتور مالوريزمون كي لاس ان بو ا ديزيري لا ايتي ان بو ديليسي معناتها بار ليكيب سورتانت هذيا اون بار دو الجورجياني راني مازلت ما نحكيش على البارك الجورجياني معناتها الى ايتي بري ان شارج بار لا ليغ معناتها بور اتر روتابي ان نوف صحيح اون تروا فاز عملوا وقتها عملنا خطرنا من ليغ زاد عملنا الفاز 1 توا قاعدين نحضروا نلموا في الفلوس باش نعملوا الفاز 2 وفاز 3 كما قلت انت مقبله كل واحد يعاون على المستوى اللي ينجم بالضبط نشوفوا الحاله نتاع البارك البارك ولات هو يقولوا وانا جو سو بلوس كو سور اللي خليناها بالعاني هكاك معناتها باش تفسد ليتا دو بارك يقولوا حتى نمشي معك اكثر خاطر انت نورمالمون انت يلزمك تعرف كرئيس فيتور رئيس والكل اللي ثم امكانيه يحبوا يبيعوا البارك ويعملوا بلاصات ماك تعرف الحكايه هذيك سمعت بها الحكايه هذيك فوالا اور البارك فو سافي بيرتينامون كو لو بارك ا نو بو با اتر فوندو ني با معناتها باسم الكلوب افريكان ماك تعرف هو مكري 99 سنه بالدينار السمبوليك صحيح اللي توا هما حبوا ياخذوه باش يردوه بلاصات والكل صحيح وتعرف اني البارك ا هو
نتاع البلدية، دونك البلدية تصرف عليه والوزارة تصرف عليه. بالضبط. شنو هو البروجي نتاعك انت في البارك؟ اه جوستومون بور روميتر معناتها ان نيفو تولي توت لي زيكيب اسونسيلمون لي سينيور. يا خويا ما عادش نمشيو للرادس وراد السبريم ويستيرا والكل، يترناو في البارك. بالضبط. باهي. دوسي البارك نعرفو بالكدا باسكو كنت في الشوبان جو ميتريز الدوسي بالكدا. انت تعرفش اللي البارك نتاعنا توا مش هومولوجي. كل مره ناخذوا في تراخيص استثنائيه باش ينجموا لي جون يلعبوا. وي احنا بدينا في مشروع وقتها كنا في الشبان على تحسين الواحد مع كريم بن صالح. مع كريم يعطيك الصحه. وبدينا في مشروع كبير مع ليدوفيك وقتها. ليدوفيك زاد ديريكتور تكنيك زاد جون لوك. جون لوك جون لوك مع جون لوك. لا ليدوفيك اللي جانا من ستاد. اه افون كو تو فين لا اي ليدوفيك. تحكي على شو اسمه انت؟ مش ليدوفيك عاد، باتريك ليفيك. ليفيك اي صح، باتريك ليفيك وقت انا معهم زاد. هذا كان صحيح فهمتني. بداو مشاو بالكدا. مشينا بالكدا وقتها وقادينا البيوت وقادينا لي فيستير وعملنا برشا حاجات فهمتني. من بعد كيما قلت لك ما فماش سويفي راهو واحد كل شيء يتسيب معناها فهمتني. نرجعوا للبارك. باهي. الجماعه اللي كانت لاهية بالصيانه نتاع الحديقه وسورتو الغازون، انت كان شفت شيء؟ ماش مشيت انت نهارين؟ ديما نمشي بالطبع. التيران برانسيبال اللي تترنى فيه السنيور انا شفته اليوم جاني دموع. دوخ جاني دموع في عيني اليوم. دوخ التيران هذاك معناها سيري اللوطاني بالكل التيلاني كان باقي مره يتقد مره واحد فهمتني. التيران تاع السنيور عمري ما ريته في الحاله هذيا تربى واحد تيران تربتوي ولا فهمتني. دونك تشوف انت اش قاعدين نصرفوا نحنا كلوكاسيون تاع تيرانات البرة وكل شيء. تقول اخويا علاش ما انت علاش مانيش مريق التيران تاعي ونترينا في التيران تاعي فهمتني. دونك اللي في بالي به اللي وقتها كيف شدوا الهيئه نتاع سليم ريحي فما اللي كانوا لاهين بالتيران برامو طردوهم ولا ما نعرفش عليهم. ما طردوا الاكيب كامله وخرج. أيه. خرج وقتها تقريبا تويت وقتها. قالوا ما عادش حشنا بيكم وكل شيء. أيه. دونك حتى وقتها البلديه كل باسكو هما كانوا تابعين البلديه الجماعه هذوك جبدوا رواحهم فهمتني على اساس احنا باش نقدوا باش نعملوا. شفتوا البروجي وقتها البارك ودرا شنو. دونك باسكو لا هما قدوا والبلديه انسحبت والولايه وكل شيء ما عادش دونك قعد هكاك ستوفي نورمال فهمتني. حاجة من الحاجات اللي احنا حطينا في البروجرام تاعنا ان نرجعوا العلاقات مع الولاية والمندوبية والبلدية باش يرجعوا الناس يخدموا كيما قبل فهمتني. ويرجع بارك بريقل. بون توا فما حاجات بتيتر باش يطلبوا مجهود من الهيئة المديرة خاطر بور اكسيليري ماك تعرف الأمور الإدارية طبطة شوي فهمتني. ما هي بقدرة ربي تو نريقلوها. قدرة ربي إن شاء الله ثم كان الخير. إن شاء الله. وقدرة ربي ثم سؤال آخر خطير. وقت اللي تدخل السياسة في الرياضة تتعلق الرياضة. وقت اللي تدخل السياسة في الرياضة الكلوب أفريكان سوفر. وقت اللي تدخل السياسة في الرياضة الكلوب أفريكان وصل في الوضعية هذه. اسكو فوز افي دي زون بوليتيك؟ اسكو فوز ات أبويي بوليتيكمون؟ هذا نعرف الجواب على الغالب خويا. فهمتني؟ جو سوي أوبليجي دو فو لو دير مسيو. فهمتني؟ إذا بيستيرنا سليم الرياحي بريم بس ما تعرف سليم الرياحي ولا تعركة إبيال ونداء ونهضة والكل. نحن كلنا تريحة نحن كلنا نحن تريحة حتى أنت كلت تريحة معنا رأب تبدا واضحة معك. جينا نحن في العرض صحيح. جات لك البافريكا ومعناتها الناس كلها اللي تضرب معناتها صحيح. وصلنا نمشي والقفصة ليجون يمشي والقفصة يقول لهم ما تدخلوش كان ما تعطيونا فلوس إسبيس حتى شيك ما ناخذوش. نحكي لك المينيم والكادير راهو فهمت عايش خويا هذايا عم ناور راهو اوكي الحاج نور الدين العياري كوني فهمتني. معناتها الناس تبكي ولا تهز فلوس معناتها طيحونا قيمه الكلوب افريكا. دونك مسيو فوترول اي تريز امبورتون بور ريوسي ليماج دو كلوب افريكا و تعمل لنا شويه سبور وتبعد لنا برشا على السياسه. انا ديجا انا والسياسه ما نتفاهموش جمله معناها. انا رياضي من اصلي وكان جاي عندي باش نعمل سياسه راني عملت سياسه باش نعمل في الرياض اول حاجه. احنا غدا باش نهبطوا البروجرام بتاعنا تاع الانتخابات ان شاء الله. اول بند في البروجرام انه نبعدوا النادي الافريقي على السياسه ونرجعوا جمعيه رياضيه بعاد على المشاكل هذه. عمرنا ما كنا في المشاكل هذه وما نحبوش ندخلوا فيها
فهمتني؟ فما حاجه تريز امبورطون شنو نقولها لك. الليست نتاعنا اللي انا ما سميتهم لكش. ماذا بيا تسميهم انا خاطر نحن نعرفوهم، ماذا بيا نسمينا باسمك انت. الليست نتاعنا فيها سي سليم الممي، سي ماهر بن صالح، سي ايمن شرف الدين، سي مصطفى نابلطان، سي علي علولو، وسي مالك بلامين ولد سي شريف الله يرحمه. هذوما ايزون اكزيرسي قبل في الكوب افريكان. كلهم بخلاف نابلطان نو؟ لا نابلطان كان معايا في لي جون. لا لا. اه فوالا. بخلاف مالك اللي نبا اكزيرسي. مالك بلامين. مالك بلامين. وي. فهمتني. مي اللي يفوا معنا في البروجي و ولد شريف ما نجم يكون كان كلوبيس صحيح معناها عائله ما غير ما عزيز وعبد الحميد يعطيك الصحه ما نجمش يجي انا اقدم عائله بلامين في نادي الفريق تبارك الله فهمتني. وبالنسبه لليست معناها نتاعنا كوسوسوا القريبه ولا الكبيره من بعد ما عندنا حتى علاقه بالسياسه، احنا جينا باش نخدموا النادي والسوسي نتاعنا الوحيد هو النادي، نمنعوا النادي كما قلت لك من الاول ما عندنا حتى خلفيه معناها سياسيه ولا حكايه فارغه. اوكي يعطيك الصحة، أعطينا نحب توا كلمة مرة أخرى لجمهور النادي الإفريقي. جمهور النادي الإفريقي، أنا ديجا إن شاء الله ال 515 منخرط اللي خذوا الكوارت نتاعهم وسجلوا إن شاء الله يكونوا موجودين نهار الأحد. اللي نجم نقولوه آخر أنه إحنا عندنا أن بروجي على طول المدى، ماناش نقعدوا نحن المدة هذه الكل راه، يكذب عليك اللي يقول لك، اللي باش يخدم ويعطي 100% ما ينجمش يقعد أكثر من عامين. فهمتني؟ دونك احنا المهمة الأولى أنه نكملوا الموندا هذايا نتاع سليم الرياحي. يفو يفو بريسيزي كو فوزالي تيرميني لو موندا دو سليم الرياحي. بالضبط، احنا باش نكملوا الموندا نتاع سليم الرياحي. كيما قلت لك، أول حاجة نحيوا علينا ستريس نتاع الخطايا والبوانيت. ثاني حاجة باش نعملوا اوديت للحسابات الكل باش تكون امور واضحه. عندنا البيريود هذيا عندنا سوفيزامون دو وقت، ان شاء الله الهيئه المتخليه تعطينا الاوراق وتعطينا مستندات الكل باش نجموا نخدموا خدمه نظيفه. باش نعملوا جلسه عامه خارقه للعاده ونقحوا القوانين نتاعنا ونحطوا لي كوميسيون اون بلاس باش تبدا الناس الكل نهار اخر مستقبل النادي يبدا مريكل، ما فيش حتى مشكله وما يجيش عليك واحد دخيل. فهمتني؟ خاطر السيتياسيون اللي عشناها هذيا ما لازمهاش تتعاود. ثالث حاجه انا راني والناس صحابي والغراب اللي يعرفوني جو سوي ديريكت وصريح وما عنديش الزايد، مانيش باش نجي راني نقول باش نعمل لكم مدرا شنو باش نجيب لكم مدرا شنو كل شيء وبارك جديد وكل شيء. شوف نمشيو خطوه خطوه، نريقلو السيتواسيون نتاعنا ونرجعوا البارك نتاعنا كيف ما كان كيف ما كان. وين فوا حطيناها على السكه من بعد بجمهور الكلوب الكبير وكبير برشا في تونس والبرة من تونس، كان نحبوا نعملوا ستات ونعملوه كلنا مع بعض. ستات 300 مليار دولار مش حاجه كبيره. فهمتني؟ كان الناس الكل تحط اليد في اليد يدريك الستات. وقبيل انت قلت حاجه قانونيه، قانونيه معناتها انت فوز علي دوموندي اسكو لو رابور فينانسي سوا كوسيوني ولا سوا فاليدي بار ان اوديت معناتها ولا كوميسير بار ان كوميسير كونت كوميسير كونت يعني قبل لاسومبلي جينيرال بالطبيعه قبل لاسومبلي جينيرال بالطبيعه هي اتيتر انديكاتيف اي ليغال لاسومبلي جينيرال نو بو اتر تونو كو سو معناتها افيك بريزونتاسيون دو رابور مورال اي فينانسي صحيح اي ا اي نو بوف كومونسي لي ديسكوسيون كابري ليكتور دو رابور دو كوميسير او كونت هو كذلك اوكي دونك هو ديجا في لاسومبلي جينيرال باش الي اوبليجي باش يعمل لنا ما كانش لو رابور مورال لو رابور فينانسي لو رابور مورال بو باسي مي لو رابور فينانسي ن بو جامي باسي وكان باش يقدمون لنا رابور كيما اللي قدموه لنا في جوان لا هذيك حكايه اخرى شوف يا يعني ديفيرونس سامحني سيد الرئيس نقول لك سيد الرئيس نجيب لك الفعل الباهي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمل لك انترفيو وتبدا رئيس ان شاء الله ان شاء الله ليسونسييل سيكو وقت اللي باش تعمل ليكتور دو رابور فينانسي وبعد تعمل ليكتور دو رابور او كوميسير او كونت ولا دو كوميسير او كونت هو دو كوميسير او كونت هما اللي دو مونسيني معناتها بار دو بارتي بار دو بيرسون مي نجم الديسكسيون تبدا كان ما يتقراو هذوما الزوز صحيح وبعد On va discuter, nous, qu'adhérents, ou nous, qu'adhérents, au temps d'arrêt, bien sûr. Ou bien, on peut voter pour ou bien contre. Oui, oui.
شفت فهم كيف فهم معناتها النجم ونحن في الاخر بالكل هو يقد هذوكم الكل ونحن لو رابور فينانسيي بيان كو هو اللي بيان فينيولي اللي افاليزي بار لي كوميسير او كونت اون بو نو با لا دوك النجم يترفض بالطبيعة بالطبع النجم يترفض بطبيعة. اذا باش يحط لي انا 80 مليار كما قلت انت مقبله لو 27 جوان حب 20 80 مليار يعمل ريكونيسونس دو بور قول لي توب توب Donc le rapport financier ne peut être adopté que par les adhérents, bien que il a été lu par le bureau sortant et avalisé par les commissaires aux comptes. Yani hatta kan huwa ykun avalisé, nahna anna معناتها le pouvoir. السلطة عند المنخرطين. Tout à fait. إذا مش عدينا 80 مليار يعمل لك ريكونيسونس دو ديت ما نعملكش ريكونيسونس دو ديت انت رئيس حتى انت رئيس تو باش تجي باش تحط الفلوس الفلوس كو تو انفيستير ما تقولش يعطيني روتور بعد بيان سور انت جيت هنا انقاذ مثلا احنا جينا كانقاذ بالضبط شوف مش معقول باش واحد يتقدم بنفسه ويترشح للنادي ويعطي فلوس ومن بعد يجي يقول رجعوا لي ما تجيش انت جابوك بالسيف قالوا لك اجي شد واحد قدم ترشحك وعملت تعرف الاجراءات الكل انت طلبت باش تترشح وباش تاخذ الرئاسه حتى حد ما جا قال لك شد بالسيف دونك انا هذه الحكايه نتاع اللي هو يحب ريكونيسونس دو ديت ولا باش يقعد يحب عند كلوب لازم انا بالعكس نقول له انت خذيها كي خذا النادي الافريقي والناس الكل تعرف كانت مطلوبه في 6 مليار دويت 6 مليار تتفق وباع وقتها زوز جوارات كان صدقني ربي زوير ذوادي وزيكالي ذولي وقتها باعها سيما ميموري بون فهمتني نقولوا يا سيدي مثالش خليهم 6 في 5 سنين من 6 نطلعوا ال 94 هذا معقول مش معقول فهمتني مهما كانت الظروف ولا انفراستركتور ولا شنو صرف انا بيدي شفت دي بارافور دخلوا فيهم برشا فلوس صحيح ما خويا فلوس اللي مشات في كروش الجوارات وفي كروش لي زاجون جوار ولا حاجه ما تحسبهاش عليا انت جوار يسوى هكا شريته بهكا حاجه تخصك انا نعطيك حاجه برك ماركو سيموني والستاف نتاعو جاو الصيف هذا ولا 120 بي لو سالير معناتها يعني مليار و200 هاي مليار و200 انت فلوسك مجمده فهمتني وكان عندك كونترينور يتكلف لك نعرف الكل قداش كان يخشي هي بالليلي والستاف نتاعو وهزك الكوب وجايب معك كوب ومرشحك للدوزيام تور نتاع الكوب دافري فاز دي بول وي تجيب لي في ماركو سيموني شنو عم بيه من بعد جيت حاسبني تقول لي انا صرفت معناها فما حاجات المخ ما يقبلهمش فما حاجات صاروا في التصرف ما يقبلهمش فما دي جوار واش نعطي انيكدوت لهنا متسمين باسم النادي الافريقي وتصحوا دي كونترا باسم النادي الافريقي وما عرفوش النادي الافريقي ما لعب حتى ماتش ما جاوش مش ملعب فيزيكمون ما جاش وهذا شفتهم بعيني انا حاجات بار دي جوار سينيور لا سينيور نحكي لك في الفوت معناتها في الفوت لا ميساج نعم روحي ساعات ما نفهمش بالعاني بورسوليني يا دي جوار سينيور في كلوب افريكان اللي هما صحوا واليوم ما لعبوش حتى ماتش بالضبط واللي هما ياخذوا في سعرين بالضبط اوكي بالضبط معناتها يفوت يسع علاش قلت لك احنا راهو في البيريود هذيا اللي باش نكملوا فيها الموندا رانا ماناش باش نسكتوا على حد شيء باش نوقفوا باش ننظفوا واذا كان لقينا تجاوزات ولا حاجات رانا باش نقوموا بالواجب خاطر هذاك حق النادي الافريقي علينا اذا كان لقينا تجاوزات في الكونتراتوات في كل شيء رانا باش نقوموا بالواجب انت تعرف ثم تقريبا 56 جوار سينيور في الكلوب في بيل دي كونترا ها في بيل الوغ كاين ليست فيها كان 26 في بيل يعني 56 و26 ثم 30 واحد معناتها ياخذوا في الشهريه هكاك صحيت انا نقعد باهت راهو رئاسه الجمعيه مسؤوليه انت تجي تقول لي جوار جي ومشي وما في بالناش بيه وكل شيء ما انتش تعمل ما انتش تعمل والناس الكل تعرف اي جمعيه في تونس الفيترين نتاعها هي الفوتبول ومن بعد يا تهبط الواحد اذا كان انت في الفوتبول هكا الباقي كيفاش باه توعدنا باش نوصل للختام راه الليست نتاعك الليست نتاعك فو دافي ديبوزي اون ليست نهار لاسامبلي جينيرال مالوريزمون ما تعدتش شنو باش تعمل الليست نتاعك تقعد تعاون الكلوب افريكان ال سوريتير معناتها بور لو ريبو دو غري ولا اون سانفيستي بطريقه اخرى في مصلحه الكلوب افريكان
الوضعية هذه ان فيت البوز ان تي بروبليم اللي هي كيما تعرفوا انتوما الهيئة الأخرى متخلية اللي كانت موجودة صحيح ولا لا؟ تاع سليم الرياحي. تاع سليم الرياحي. سليم الرياحي اللي كان هو ينجم يسمي هيئة تسييرية استقال زاد واستقال المرة هذه أوفيسيال الناس كل شافتها. لو 1 نوفمبر. بالضبط. دونك توا فما ان فيد. فهمتني؟ إذا كان كما قلت أنت ما صارتش ولا بورين ريزون ولا وينوتر معناها لا مش لا جوستومون سامحني ما يسالش أنا فاهم كنت حاب تجي أما لا مثلا ثم دو ليست أونيتمون راني نحبك ونعزك ونحب الناس الكل أون بارل معناتها بور لانتيري دو كلوب بور لانتيري دو كلوب يعني بطريقة أو بأخرى مثلا العبد السلام من ليست تاع عبد السلام تتعدى تتعدى والليست والليست نتاعك أنت ما تتعداش فوالا معناتها أونيتمون نحب تعطيني أنا ريبونس نتاع نحب أب عن جد نحب الكلوب أي معقول شنو نجم نعمل أنا وقتها بون نقول أنا خسرت أخويا ما نعاونوش خاطر عندنا شوية هذه راهو في تونس موجود باش نبدا واضح أنا وياك تعرفني نحبك ونعزك موجود 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 وفي نادي الفريق أكثر من بلايص الآخرين صحيت وك تعرف المرسى والديوان وإتسيتيرا وكل أنبال فرونشمون لا 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 نعرف معناتها نحن أنا نحب أنا وعد من عند مروان معناتها والليست نتاعو لي كوليستي معناتها دون تو لي كا دون تو لي كا أنا نحن نحبوا الكلوب كما انا نداوي في الكلوب ما ناخذش فلوس انت داخل الكلوب معناتها تحب مصلحه الكلوب وغاديك وين الناس فون ابريسي لو جيست كو فوزيت ان تران دو فير مسيو انت وليست الكوليسي نتاعك راه نعطيك سكوب اخر يا سيدي نحب سكوبات راني انا باهي احنا في البرنامج نتاعنا قلت لك ماشي قلت لك قبيله ولا عندنا جماعه باش تخدم الكوتيديان وجماعه باش تنظف السيتياسيون ولا سينيال السيتياسيون تتلهي بلاه احنا اذا كان ما تعديتش ليست وربح سي عبد السلام رانا ماناش باش نجريو الكوتيديان باسكو هما اللي ربحوا جيرو كابتا وحنا تنطليو باش نفوضوا المشاكل الاخرين تري بيان خاطر هذه وهذه سي لا ريبونس دان فري كلوبست انا جابريسي اون فو سيت معناتها كلارتي فهمت خاطر هو تو اللي باش يربح هذايا في ليزيكسيون هذه سي اون اسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير اون بارونتيز يعني هذه الفا فينير ان ماندا لو موندا هذا باش يشوفها في اكتوبر 2018 بالضبط فهمت كيفاش؟ بالضبط دونك قداش باش يشد ميم با عام صحيح وبعد نحن نجموا نستفيدوا من الاغلاط نتاعنا ولا ان شاء الله تعدى ما عنديش حتى واحد رد بالك ولا ما عندي حتى ايكو معناتها فهمتني؟ انا نحب الناس الكل انا نحب زاد جو سوي راسومبلور صحيح فهمت كيفاش؟ دونك او كونترير انا جو بو بروفيتي اللي هذه ما تعديتش ونخذ الحظ نروح ليزيليكسيون فيتور فهمت كيفاش؟ معناتها سيسري فريمون معناتها انت تعطي انت بيدك تعطي ليكزامبل لابنيغاسيون حب النادي الافريقي ها حتى كان ما تعديناش يا شو اسمه العلمي ولا شو اسمه يوسف يونسي عبد السلام اليونسي اي بعد قصير هذه خاطر خايبه باش نعاودها لك يعني با انت تو دون ان اكسيلون اكزامبل اي هاوس يا عبد السلام اليونسي حتى كان الليست نتاعك تعديت راه اوني بري ا ترافايي انصومبل ان فوتون لا مان فهمتي بيان سور سي فو كي ديريجي فو سوري لو ريسبونسابل ونحن عندنا دي كرينو و اون بو ايدي وهذيك حتى اللي كنت نحكي لك حتى بوليتيكمون سي تو فو ولا سبورتيفمون تخدمك بعد 6 اشهر 7 اشهر لا لا كما قلت لك معناها هذيك هي الفكره معناها سواء احنا فزنا بالانتخابات ولا عبد السلام اليونسي يتعدى قدامنا عندنا نحن حظ موافق للزوز اي بيان سور حظ موافق للزوز مي كيما قلت لك احنا راهو لوبجيكتيف نتاعنا رانا جينا باش نخرجوا في التصاور ولا في الميديا ولا في الجرايد ولا في الواحد جينا دوفوار نوزا ابلي احنا جينا باش نمنعوا النادي الافريقي فهمتني دونك النادي الافريقي تنجم تخدمها من اي بلاصه مي فما امكانيه اخرى توا مالوريزمون موجوده زاده الامكانيه اللي سليم الريحي ايتون ديميسيونير الى ابلي ان لا رياليزاسيون convocation d'une assemblée générale élective. Or, quand le président ou le bureau ils sont démissionnaires, il faut appeler à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de pourvoir au poste vacant. Ou à l'assemblée générale ordinaire, yani assemblée générale élective. Élective, élective donc ça ordinaire. Ordinaire, galta légal du point de vue procédural. Maintenant, déjà, est-ce qu'elle est fait l'assemblée générale galta? معناتها نجم يجينا مهما واحد يقول لك الاسامبلي جينيرال هذه ما عندهاش دروا دو ريغار على خاطر الموندا مازال ما فما كملش
باش تبدا اسامبلي جينيرال الكتيف يلزم الموندا يكمل هو يكمل في اكتوبر 2018 قلنا من قبل بيسكو الى ايتي ديميسيونير بور بوفوار او بوست فاكون دونك يفو اورغانيزي اون اسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير سو كي ني با لو كا دونك هذا كله غلط وما بوني عن باطل فهو باطل والاسامبلي جينيرال تكون ما تتقدش نهار الاحد هذه اول رياكسيون باش تعمل راه في بال اوكي رد بالك منها لا في بال الحالة هذيك انا نعطيك ان ابور ليغال يعني خرجه قانونيه باش ما نصير ناشي كراكوز خاطر نهارتها الناس الكل ايزون لو روغار براكي سو لو كلوب افريكان هي الدار الكبيره وينهم رجالها وينهم يا اخي ما يعرفوش هذايا لا نعرفوا هذايا اي اون سي دانالي اون ايسي داناليزي وعندنا لي زيسيو دو سكور وعندنا لي بالياتيف الكلوب افريكان مريضه توا عندها سخانه اما ما تموتش الكلوب افريكان صحيح خاطر عندنا ناس باش يجيبوا لنا الدواء صحيح وعندنا الطب نتاعنا وان شاء الله اون ا ان بو دو فيفر اي سا فا باسي مسيو بالضبط الكلوب افريكان الكبير ديما يقعد كبير بالضبط حتى كان يتضرب بي لي بليسي مي اي نو مور جامي بالضبط والسيد ديما يقعد سيد يعطيك الصحة واضح الكلام هذاك هو صحيح هذا هو الرسمي بالضبط الرسمي دونك كذا انا باش يجيني في الاسامبلي جينيرال يجي واحد يعمل لي كيما هكا انا اون طون كاديرون يعني انت نحن كاديرون اون بو بروبوزي La composition d'une nouvelle commission de Tachril Amel, qui m'a dit, l'élection d'un président du Congrès, de l'Assemblée générale, le président et l'Assemblée est souveraine. هو حاب يردها إلكتيف تولي له أسامبلي جنرال معناتها نورمال مي تعمل هي الدوموند لورغانيزاسيون دون أسامبلي جنرال إكسترا أوردينير رد بالك أنت مقبلة قلت أسامبلي جنرال إكسترا أوردينير أون فو داموندي لي ستاتيو سي با بور أموندي لي ستاتيو مي سي بور بور فوار نحكي من بعد أوكي هذايا في الحالة هذه قانونيا سي بور بور فوار أو بوست فاكون بالضبط أنا جو فو كو تو ديفلوب أنت وليكيب نتاعك الحكاية هذه محطوطة في البرنامج معناتها فهمت عايش خويا معناتها يفو ساتوندر ان بو على ساعة حاطينها في البرنامج وهذا راه اون فالو دير عبد السلام زاد باش نبداو معناتها باش نبداو ديما وخيال وحتى والبرانسيب الاولاني نحن بيان سور اوني كونكورون مي اوني با انمي يعطيك صح بالضبط معناتها سليم الرياح يخدم سليم الرياح يفرحنا سليم الرياح يبكينا بالضبط سليم الرياح يشيخنا سليم الرياح يدوخنا صحيح سليم الرياح الى انفيستي صحيح سليم الرياح يغلط سليم الرياح يمنع في حاجات سليم الرياح يقربعها شوي دخل بوليتيك وسبور ونا سوبي دي كونسيكونس ان بو فاشوز دونك ماذا بينا توا بارك الله فيك يا سيد خدمت فوزافي ديميسيوني شكر الله وسعيكم كما قال الاخر يعطيك الصحة وتوا اون فا تورني لا باج افيك دي جون معناتها دو فيفي نقولوا نحن من الكلوب افريكان ونحاولوا نحطوا اليد في اليد بالضبط الكلوب لازمها ترجع لولادها وعائلتها الكبيرة دونك تاو نطلب منك كلمة الختام ويرحم والديك وسامحنا قلقناك كلمة الختام كما قلت قبيلة إن شاء الله اللي باش يحضروا يصوتوا بالعاطفة وعلى البرنامج الجاي كما قلت أنت الحاجة الباهية واللي تحسب تاو اللي زوز ليستات فيهم أولاد دو فري كلوبيست كما قلت انت باش نتنافسوا ماناش باش نتعاركوا وابريتو ليست عبد السلام انا اللي فيها الكل صحابي سامي الشرقي وسفيان بصالح راهو 20 سنه ولا 25 سنه 10 ماناش ما نعرفوش بعضنا البارح ولا عرفنا بعضنا في الكلوب معناها اصحاب من قبل الكلوب وكنا نمشيو صغار مع بعضنا للاستاد دونك وخيين وان شاء الله ربي يوفق الزوز وكاو يعطيك الصحه وربي يوفقك انت وخويا ربي يخلي لك الوالد عايش نمشي نعمل عليه طله اذا نعمل عليه طله مرحبا بكم جست اون فا معناتها ناخذ جست نسلموا عليه سي فو بيرميتي بيان سور مرحبا بكم وربي يوفقك خويا يعيشك ميرسي بوكو يعيشك بارك الله فيك